يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق رئيسي بين المعتزلة والجهمية؟ الجهمية أشد، الجهمية أشد والعياذ بالله، لأن الجهمية ينفون الأسماء والصفات، وأما المعتزلة فيثبتون الأسماء وينفون الصفات، يثبتون أسماء مجردة ليس لها معاني، لأنهم ما يقدرون على نفيها، وفي الكتاب وفي القرآن ما يقدرون على نفيها، لكن أولوها وحرفوها، فهم أخف من الجهمية. نعم.